بون السلام عليكم مراد خويا كي راك داير لاباس آه الحمد لله بو انا يا من المتتبعين تاوعك كنت تبعك بزاف وما كانش عندي كاع فكره على هذا الفيزا واحد صاحبي قال لي هكا صانا تيرمو كنت نتبعك بزاف ونتبع الخطوات تاوعك واش كيفاش دير في الكونت تاع الدينار وتاع الاورو فيما يخص الوثائق كاع كيما الفورميلا ريزرفاسيون دوتيل تاني اكد لي عليها نوس تاني نوس تاني نعطيك معلومة كاين ناس حاسبة بلي زعما لازم تخلص تخرج ميزاجور باش تلاخر انا ما خاص ما خرجت لا ميزاجور لا والو انا خلصت هذا العام طاوني بلي راه عندي دارو لي كالوندري قوي يسالوني من قبل واحد 13 مليون ولا 10 مليون مانيش عارف مهم عطاوني هذاك القرار تاع بلي راني مشارك معاهم هذاك تفعت به وعطاوني الحمد لله ورو لو في تاني دورت غايه كيما كنت تقول انا راني في عام ندور فيه ندخل نخرج نعاود ما نخرجهمش كاع نخلي شويه ندفع ستين نخرج عشرة نعاود نخرج عشرين ثلاثين كيما المهم انا كيما نقولك لك الخلاصه العامه انا تبعت كاع الخطوات تاوعك كاع نتبعهم كيما نقولك لك الجزئيات الصغيره كيما نقولوا تهضر عليها نتايا كاع نتبعها والحمد لله انا دفعت عطاوني رونديفو لو 29 جوان وردوا ورد وردوا ورد ورد عليا ابري شهر وطروا جور ردوا عليا والحمد لله عطاوني فيزا كما راك تشوف هنايا وهذه خطرتي الاولى انا عندي اليمونطاسيون جينيرال ريجستي تاعي من 2017 والسيفا داير فيه غير 30 مليون شيفر دافير والحمد لله بصح شو تاني ننصح خوتنا إنسان اللي يتبعك ويتبع الخطوات تاعك لازم ما يغش في الورقي ماشي تسكاني حاجه ومن بعد تقول بلي مراد ما طاوني الروفي طاوني منه هي باذن الله ريق الامورات وتتبع مراد باذن الله يعطوك عندك واحد بالمئه ما يعطوكش بصح خويا تسكاني وحده تغش فيها وحده تجيب العرف وحده الورقه تجيبها بالعرف تاني خويا هذه مراد ما يضمنكش فيها الحمد لله احنا تبعنا مراد وحنا المتتبعين توعه وتنهونا تاني تير معطاوني ومازال نتبع فيه الحمد لله مراد خويا الله يجازيك و تاني ريزرفاسيون دوتيل تاني سنة بعدها مش يديرها هديقه ومن بعد ما يعطوكش تقول على ما طاونيش والحمد لله مراد الله يجازيك خويا عنا خير الجزاء والحمد لله كيما راك تشوف فيزا هالة أول طالب عطاوني و رجلت أموراتي الأورو درت ألفين وتسعمية والحمد لله والدينار كنت ندور فيه خطرة هاك خطرة هاك خطرة مهم دورته في زوج وراقي ولا والحمد لله ومراد الله